بسم الله والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. هنا مش النصف الثاني من الآية مش يبينك ربي من يفعل الاكسبسيون هي كل اللي نعمل فيه أمر بالصدقة أو بمعروف أو أنا إصلاح ذات البين صدير ناجي دون لصور دي لكونكورد بسك يا متنو لبصور دي كونكورد يا كو لديسكورد. هذا اللي قاعد يخلي الناس تكره بعضها أو بعض التوانسة بدأوا يرجع لهم الوعي خلقش بينا نبغضوا بعضنا احنا شو الداعي لذلك مو الشيطان كان سبب يخي هو مش يرى انت تسببت كذا بكذا لا هو قالك انا وفي حضرة الله وهو في الجنة قال انا راني مش نسعى كل جهدي وكل عيالي باش انزغوا بينهم اي فسد علاقة بينهم صدير السمي لا ديسكورد إلو ديزورد ولا نبوت ستانيك دي ديابل كي سابل إبليس صدير سلوي كي ديزيسبيري دو لا شاريتي ديوين ولا دو لا ميزيركورد الله هيك اتسيترا والسلام علينا أهل الإسلام بالتمام والكمال في كل زمان ومكان.